صفحة جديدة من ذاكرة الأمة. حديثنا اليوم من مصر مع شاهد على عصر حافل جمع فيه بين الدبلوماسية والثقافة والعمل العام. أنا لم أقل كل ما لدي، وأنا شخص لديه في داخله وفي أعماقه أشياء كثيرة. ما لم يقله أو يكتبه الدكتور مصطفى الفيل. دي أحد مفاتيح أسرار حياتي التي لم أبخ بها من قبل. وعن التعليم ومستقبل الدولة المدنية الحديثة. التعليم هو معيار التقدم، هو مقياس التطور. شخصيات غنية دخلت التاريخ من بوابة الفكر والعلم والكتابة. حديث جديد من مصر مع المفكر الكبير دكتور مصطفى الفقي الليلة السابعة مساء على قناة مصر الأولى.